مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنسي. اتفقت الدول الأعضاء في أوبك وأوبك بلاس على خفض إنتاج النفط في ختام الاجتماع الأخير بمقر المنظمة بفيينا في 7 ديسمبر الجاري. في حلقة اليوم سنتحدث عن آفاق سعر النفط الدولي وتأثيرات خفض الإنتاج على الاقتصاد العالمي وتداعيات انسحاب قطر من منظمة أوبك، مع ضيفين كريمين في الاستوديو، وهما الدكتور دين لونغ وكيل كلية الدراسات الأجنبية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية. مرحبا بكم. وأيضا الأستاذ غزوان بريك، محرر وخبير إعلامي بوكالة شينهوا للأنباء. مرحبا بكم أيضا أستاذ غزوان. وقبل الحوار دعونا نتابع تقرير تالي. اتفقت الدول الأعضاء في أوبك وأوبك بلاس على خفض إنتاج النفط في ختام الاجتماع الأخير بمقر المنظمة بفيينا في 7 ديسمبر الجاري. قالت أوبك في بيان إن المشاركين أجروا مناقشات معمقة حول تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية للنفط لعام 2019 وسبل الحفاظ على استقرارها، ووافق أعضاء أوبك على خفض إنتاج النفط الخام على النحو التالي. خفض الدول الأعضاء لأوبك إنتاجها للنفط الخام ب 800,000 برميل يوميا، وخفض الدول غير الأعضاء إنتاجها ب 400,000 برميل يوميا بداية من يناير عام 2019. وبحسب اتفاق خفض الإنتاج، سيطبق خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستقوم الدول المعنية بعمل تقييم للسعر الدولي في إبريل، ثم تقرر الخطوات المستقبلية. ووافقت أوبك على منح إيران وفنزويلا وليبيا إعفاءات من خفض الإنتاج نظرا للأوضاع السياسية فيها. من جانبه، أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إلى المطالب الأمريكية الرافضة لخفض الإنتاج لوقف ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، قائلا إن اتفاق خفض الإنتاج جاء نتيجة لمفاوضات ثنائية ومتعددة أطراف عديدة. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده بصفتها دولة مصدرة للنفط خارج منظمة أوبك ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج، لكنها ستطبقه بشكل تدريجي لأسباب تكنولوجية وجوية. أولا أستاذ غزوان، لننظر إلى انسحاب قطر من منظمة أوبك، فقال الجانب القطري إنه جزء صغير في منظمة أوبك فقط، ودولة قطر تريد أن تركز على إنتاج الغاز الطبيعي فيما بعد، فكيف تحللون الأسباب وراء انسحاب قطر وتأثيرات هذا الانسحاب على أوبك وعلى سعر النفط؟ قطر خارج أوبك اعتبارا من مطلع العام القادم. هذه الخطوة المفاجئة والتي تمت بدون إخطار مسبق للمنظمة لا شك أنها خلقت نوع من البلبلة على الصعيد الدولي وعلى صعيد الدول المنتجة للنفط، وهذا الأمر فتح مجال واسع للحوار وتأويلات القضية. هناك من يقول بأنها أسباب سياسية، وهناك من يقول بأنها اقتصادية. في حقيقة الأمر وبتقديري الشخصي، أسباب انسحاب قطر من المنظمة جاء لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. المبررات القطرية أن الانسحاب كان لأسباب فنية واستراتيجية تتعلق بإنتاج النفط وهو قليل 500 إلى 600 ألف برميل، يتم استخدام 100 ألف داخليا ويصدر الباقي خارجيا. هذه الحصة ضئيلة في سوق النفط، وأيضا داخل أوبك لا تشكل سوى 1.5%. ولكن على الصعيد الآخر، قطر هي الدولة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. هذه المبررات القطرية فتحت تأويلات كثيرة. الأكثر
هم من يقولون بأن الأسباب سياسية، لأن قطر برزت في السنوات القليلة الماضية على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، وطلعت بملفات كثيرة، ولكن مع تغير المشهد الدولي في الفترة الأخيرة وانقلاب الجيران الخليجيين عليها نتيجة المقاطعة، بدأت قطر تتأثر اقتصاديا، وبدأت ربما تفكر ببناء تحالفات لجعل نوع من التوازن في المنطقة. عادت إلى التقارب مع الجانب الأمريكي، عززت علاقاتها مع روسيا، هناك نوع من التناغم السياسي بين قطر وبين إيران، وهذا الأمر يزعج كثيرا الحلفاء أو الجيران الخليجيين. قطر تحاول أن تخرج من عزلتها، تحاول أن تفرض هذه المبررات، ولكن هذه المبررات الاستراتيجية والفنية غير مقنعة كثيرا على صعيد إنتاج النفط. فهناك دول مثل ليبيا ونيجيريا، هناك مشاكل أمنية كبيرة ولكنها لم تنسحب. هناك دول تعاني من مشكلات فنية أيضا مثل أنغولا وفنزويلا ولم تنسحب. الخطوة إذن يمكن تفسيرها بالسياسية أكثر منها اقتصادية، لأن لم تؤثر كثيرا على أسواق النفط نظرا لحجم قطر في تصدير النفط العالمي، هو حجم ضئيل مقارنة بدولة مثل السعودية مثلا. ولكن تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال متاح وممكن بالنسبة لقطر، ولكن هذا لا يبرر خروجها من المنظمة. ففي الوقت الذي يتجه العالم كله للتحالفات والتكتلات، نرى قطر بهذا القرار المفاجئ تغرد خارج السرب الاقتصادي الدولي فيما يتعلق بمجال النفط. وأيضا انسحابها لم يؤثر على الأسواق أو على حركة البورصة داخل قطر، لأن الإنتاج النفطي هو إنتاج ضئيل. إذا هناك مثلا وكالة بلومبرج تقول إن الأسباب هي خبيثة وسامة، إذا كل جهة تفسر الانسحاب القطري على هواها. ولكن من ناحية اقتصادية، الانسحاب القطري لم يكن مؤثرا على الاقتصاد الدولي، ولم يكن مؤثرا على أوبك يعني نسبيا التأثير، ولكن برأيي الشخصي أن الأسباب ربما تكون سياسية أكثر منها اقتصادية، والنتائج ستتكشف أكثر في المستقبل نعم، القريب. شكرا على وجهة أهلا. نظركم أستاذ دين. دعونا نتحدث قليلا عن الخلفيات يعني لقرار أوبك لخفض الإنتاج. يعني كل اجتماع، كلما تناقش أوبك حول خفض الإنتاج أو زيادة الإنتاج، ما هي المعايير والعناصر التي تجري المناقشة على أساسها؟ طبعا بالأساس يعني منظمة أوبك يعني أنشأت بهدف التحكم الدول المصدرة للنفط في السوق وفي الأسعار. طبعا الطلب ليس في يد المصدرين، لكن بيد المصدرين يعني كمية الصادرات، فيمكن من خلال خفض الإنتاج أو زيادة الإنتاج أن يمكن لهذه الدول أن تتحكم في السوق وفي الأسعار، وبالتالي يعني الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتحقيق نوع من التوازن بين يعني إيرادات نفطية وبين أسعار النفط. يعني بالنسبة لدول أعضاء في أوبك، يعني أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط ليس يعني في صالحها أيضا. طبعا الأسعار المنخفضة يضر بمصلحتها بشكل مباشر. لماذا الأسعار المرتفعة أيضا ليس في صالحها؟ لأنه أسعار مرتفعة سوف يعني تشجع تطوير وإنتاج مصادر الطاقة الأخرى البديلة مثل الطاقة الشمسية ومثل الزيت الصخري ومصادر كثيرة، ستجد هامش من ربح إن كانت
أسعار النفط في نطاقها المعقول، حيث نجد أن خلال العقد الأول من هذا القرن نجد أن أسعار النفط يعني زادت على 100 دولار برميل، فهذا يعني شكلت هامش ربح كبير بالنسبة لمصادر الطاقة البديلة. نعم. فأعتقد أن أوبك دائما تسعى لإيجاد يعني آلية لتحكم بين العرض والطلب، وبالتالي يتحكم في أسعار النفط. في هذه الحالة يعني مؤتمر فيينا الذي انعقد قبل أيام، نجد أن أسعار النفط شهدت تراجعا كبيرا بلغ 20% خلال الشهرين الماضيين، ويعني هذا يدل على هناك يعني طلب ضعيف ويعني إنتاج كبير. وفي المرحلة المقبلة في 6 أشهر القادمة هناك تنبؤات وتوقعات تشير إلى استمرار ضعف الطلب، فلذلك يجب على أعضاء أوبك وأوبك بلس يعني خفض الإنتاج حتى يستمر في نطاق سعر يتراوح يعني بين مثلا 40 إلى 60 دولار برميل. نعم أستاذ غزوان، يعني قبل الاجتماع كان هناك قلق يعني لبعض الناس حول يعني احتمال فشل اجتماع أوبك على توصل إلى اتفاق خفض الإنتاج مثل ما حدث قبل 4 سنوات عندما فشلت أوبك إلى توصل إلى اتفاق خفض الإنتاج ورفع سعر، اندلعت حرب أسعار للنفط واستمرت حتى 2016. طبعا هذا الاجتماع نجح في التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن نريد أن نسأل يعني ماذا سيحدث عندما اندلعت حرب أسعار للنفط؟ يعني رغم أن العالم في السنوات الأخيرة يتجه للتنمية المستدامة ولتعزيز الابتكار والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة ودعم الطاقات البديلة كمحركات اقتصادية جديدة، إلا أن النفط يبقى حتى الآن العصب الرئيس للاقتصاد. ومن أجل النفط من الممكن أن تتغير الخارطة السياسية الدولية، من الممكن أن تقوم نزاعات، ومن ممكن أيضا أن تصل إلى حد الحروب. ومثال قريب على ذلك ما حصل في العراق، لم يكن هناك كيماوي ولا نووي ولا أيضا شعارات الديمقراطية التي نادت بها الإدارة الأمريكية، كل ما جرى في العراق هو من أجل النفط، هذا مثال واضح. إذا النفط هو العصب الرئيس للاقتصاد، وأي نقطة في العالم منتجة للنفط تتأثر أو تشهد أي حدث سلبي ستتعرض المنطقة بكاملها إلى تقلبات كثيرة، وستشهد تدخل الدول الكبيرة والمنتجة للنفط من أجل السيطرة على هذا الوضع، لأن النفط هو عصب الاقتصاد الكامل للدول. من أجل ذلك إن حرب الأسعار هي يعني من جهة واضحة هي حرب اقتصادية، ولكن في حقيقة الأمر هناك مصالح سياسية تكمن وراء هذه المشكلات الاقتصادية. وبالتالي فإن حرب أسعار النفط سوف تؤثر على مفاصل الاقتصاد العالمي كله، سوف تضعف دول وتقوي دول، وهذا سيضر بالتوازن الاستراتيجي في المجتمع الدولي عامة، سيؤدي إلى ربما تعزيز مكانة القطب على حساب آخر. كل شيء سوف يتغير في العالم، حتى المواطن البسيط سوف يدفع ثمن أي حرب أسعار في مجال النفط. من هنا ممكن أن نفهم بأن أي قلق ولو كان بسيطا على صعيد النفط أو سوق الطاقة فورا تنعكس
هذه النتائج على الصعيد الاقتصادي، وأحيانا كثيرة تصل إلى المستويات السياسية وتحدث أزمات أيضا. إذا الطاقة وحرب الأسعار هو مفصل أساسي يحرك السياسة الدولية دون استثناء. نعم، وبرغم أن هذا الاجتماع نجح في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج، لكن كان هناك مواقف مختلفة والمناقشة لم تكن سهلة. في الشوط الثاني سوف نتحدث عن المواقف المختلفة. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. الآن وصل الحديث حول اجتماع أوبك. فأستاذ دين، كما قلنا أن كانت هناك مواقف مختلفة عن خفض الإنتاج، مثلا الموقف الروسي كان غامضا ومترددا، ولكن في قمة مجموعة العشرين وافق الرئيس الروسي بوتين على خفض الإنتاج. لكن أثناء الاجتماع كما قرأنا في الأخبار كان هناك ترددات للموقف الروسي مرة أخرى. طبعا في الأخير وافق على خفض الإنتاج، لكن بشرط يعني تطبيق هذا الاتفاق بشكل تدريجي بأسباب تكنولوجية وجوية. فكيف تحللون الموقف الروسي؟ ما هي الاعتبارات وراءه؟ روسيا أعتقد أنها يعني لفترة طويلة من الزمن في العمر الماضي مثلا قد يعني حل محل السعودية، وأصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، فطبعا لها وزن وثقل في هذا السوق. وطبعا روسيا تريد أن تحصل أولا على حصص في السوق، لأن الاقتصاد الروسي أصبح معتمدا على النفط بشكل كبير، وأصبح النفط أهم مصادر إيرادات لروسيا. ثانيا، روسيا لا تريد أن ترى انهيار أسعار النفط مرة أخرى كما حصل فيما بين عام 2014 وعام 2016. فلذلك يعني خفض إنتاج مفيد لمصلحتها، مصلحة روسيا. وهناك اعتبار آخر لدى روسيا، روسيا في السنوات الماضية تريد أن تحافظ على علاقات الشراكة مع السعودية. ففي كثير من الحالات نجد أن روسيا يعني اتفقت مع السعودية بدل أن تختلف معها في قضايا مثل أسعار النفط وقضايا أخرى. ولذلك أعتقد أن اتفاق روسي وموافقته على خفض الإنتاج بشكل تدريجي، إن لم يكن يعني كمية المخفضة بلغت توقعات السوق، ولم يكن يعني تبلغ حجم الذي وعد به رئيس روسي. طبعا هناك أسباب فنية، لأن حقول النفط الروسية تقع في مناطق باردة جدا، يعني عملية خفض الإنتاج لم تكن سهلة. لكن أعتقد أن قرار روسي قرار سياسي يعني في المقام الأول. نعم، كما قال الأستاذ رضوان، النفط ليس النفط فقط، بل هو يعني يهم الاقتصاد ويهم السياسة أيضا. فأستاذ رضوان، لننتقل إلى الموقف الأمريكي. كان الموقف الأمريكي يعارض خفض الإنتاج، وأيضا حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة للإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد أصبحت لأول مرة دولة مصدرة للنفط والمنتجات النفطية. فكيف تفسرون الموقف الأمريكي؟ الموقف الأمريكي هو موقف براغماتي بالدرجة الأولى، ومع وجود شخص رجل أعمال بارع مثل ترامب ومزود بهذه الطغمة السياسية
المرافقة له، فمن الواضح بأن المصلحة الأمريكية أولا وأخيرا. ترامب يحاول أن يعزز مكانة أمريكا كدولة مصدرة للنفط، يريد أن يساعد الاقتصاد الأمريكي أكثر، يريد أن يوفر بعض الميزات التي تدعمه على الصعيد الداخلي من دعم المستهلكين الأمريكيين، ويريد أن يجد أيضا أو ربما يؤمن ذراع أطول أمريكية داخل المنظمات المصدرة والمنتجة للنفط، لأن أمريكا دائما كما قلنا تبحث بالدرجة الأولى عن المصلحة الأمريكية، والمصلحة الأمريكية دائما ما تكون وراء المصالح الاقتصادية، ومن أجل الهيمنة على هذه الأمور تمارس الإدارة الأمريكية الضغوط السياسية، العقوبات هنا أو هناك، والشعارات الأمريكية معروفة، الديمقراطية، السلم الدولي، ولكن في حقيقة الأمر هناك مصلحة أمريكية تختبئ وراء هذه ستار الشعارات الأمريكية. نفهم الموقف الأمريكي بأنه يريد تأمين مصلحة أمريكية أكبر كدولة مصدرة للنفط، يريد أن يدعم قطاع النفط الصخري في أمريكا أكثر ليكون ربما على المستقبل القادم أن يكون النفط الصخري بديل، وخاصة أن أمريكا متفوقة في مجال استخراج النفط الصخري، ممكن أن يكون كجهة معوضة أو كمادة معوضة للنفط الأحفوري الذي يتم إنتاجه حالياً. المصلحة الأمريكية أولا وأخيرا، وكل ما تقوم به أمريكا هو من أجل هذا الأمر. يبحث ترامب عن مصلحة أمريكا، ومن هنا دائما ما نفسر الموقف الأمريكي. نعم، ولا شك أنه للولايات المتحدة دور مهم في كل مجالات، وخاصة في مجال سيار النفط. أستاذ دين، كما قال وزير النفط العماني محمد بن حمدي رمحي في سبتمبر الماضي، قال إنه لتغريدات ترامب دور أكبر من دور مؤتمرات أوبك في رفع سعر النفط، وسمى هذه الظاهرة بعلاوة واشنطن. فكيف يجب أن نفهم كلامه هذا؟ وأثناء اجتماع أوبك الأخير، كيف تعامل هذا الاجتماع مع الموقف الأمريكي الذي كان يرفض خفض الإنتاج؟ أعتقد أن يعني كلام وزير النفط الأماني يعني فيه شيء من المبالغة، وفي الحقيقة يعني الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب طبعا له تأثير في سوق النفط وفي أسعار النفط، لكن يعني ترامب دائما متردد بين أسعار النفط المرتفعة والمنخفضة، لأن يعني هو يفكر بأن أمريكا قد أصبحت دولة مصدرة للنفط وقد حققت الاكتفاء الذاتي في فيما يخص النفط، وفي يعني في جانب آخر وأيضا يفكر في أن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير يعني يدور بإضرار الاقتصاد الأمريكي، نعم، ويتآكل في تأثيرات خفض الضرائب وأضطرت الإدارة الأمريكية إلى الحكومة الأمريكية إلى زيادة في أسعار الفائدة، ولها طبعا تبعات وتداعيات خطيرة. فترامب يعني لا يحب أوبك كمنظمة كهيئة لي يعني احتكار السوق، لأن يعني أوبك منظمة لاحتكار السوق النفط. برأي ترامب أن يعني يجب إلغاء مثل هذه التنظيمات، يعني هي وليدة للمنظمات
حرب الباردة وريدة لزمن القديم، فهو دائما يرسل ويبعث تغريدات على تويتر، ويعني بهدف يعني إيجاد نوع من التوتر في أسواق النفط بسبب الأحداث الجيوسياسية، مثلا مع قبضة إيران وفرض تشديد العقوبات على إيران، وهذا يؤدي إلى يعني تذبذبات في الأسواق، و يعني هناك قلق ومخاوف في السوق. نعم. و يعني طور تغريدات ترامب أحيانا نجد أنها يعني لها تأثيرات كبيرة في أسعار النفط. نعم، شكرا. وأستاذ قطوان، نحن في الصين نهتم طبعا بالاقتصاد الصيني والحياة المواطنين العاديين في الصين، فكيف تحللون تأثيرات خفض الإنتاج في أوبك على الاقتصاد الصيني وحياة المواطنين؟ الصين تتمتع بنظام قوي اقتصاديا، وفيما يتعلق بسوق الطاقة في الصين ربما ليس فقط على الصين، على كل دول العالم ستتأثر بهذه الموجة الجديدة من خفض أسعار النفط. الاقتصاد الصيني سيتأثر ولكن بهامش بسيط. السبب أن هناك محركات اقتصادية داعمة من الطاقة البديلة التي تتطور، ربما تسد قليلا هذه الفجوة، ولكن على المستوى الكبير لن تكون هناك تأثيرات بمعنى جذرية تؤثر وتطال حياة المواطن الصيني بشكل كبير. فكما نعرف هناك آلية في الصين لتنظيم تسعير النفط، هناك آلية معينة عندما يرتفع السعر لفترة زمنية معينة يتم تعديل الأسعار، وباختلاف الظروف يتم تخفيض الأسعار. الحكومة في الصين حريصة على تقليل الأضرار قدر الإمكان على المواطن الصيني وتحمل الأعباء الأكبر ومحاولة موازنة الأمور عن طريق التعاون أو التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات في الصين، ليس فقط على صعيد قطاع الطاقة، ولكن التأثير يعني سيكون بهامش بسيط على الاقتصاد الصيني، ولكن الصين لديها مصادرها الأخرى من أجل إنتاج النفط داخل الصين، دعم إنتاج الطاقة البديلة، ستوازن الأمور إلى حين حدوث مستجدات جديدة في سوق الطاقة، ولكن كما قلت التأثيرات ستكون بسيطة بتقديري الشخصي، لن تطال كثيرا المواطن الصيني، الحكومة ستتحمل العبء الأكبر، ولكن ميزة الاقتصاد الصيني هو التكامل بين كافة القطاعات التي تدعم بعضها البعض. ربما دول أخرى ذات يعني نمط تنموي اقتصادي مختلف ستتأثر كثيرا بتقلبات أسعار النفط، ولكن سوق النفط والطاقة في الصين أعتقد أنه أكثر استقرارا وأكثر قدرة على التأقلم والمرونة وتحمل الصدمات الدولية، بحيث لا تكون الآثار كبيرة أو كارثية سواء على الصعيد الحكومي أو الشعبي. نعم، شكرا، شكرا لكم على المشاركة، شكرا. وشكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.